شيخ فاغون، شيخ فامي، اهلا وسهلا بكم. نتمنى انكم تكونوا على خير. هاد الحجر الصحي فكرني في الاكثريه ديال الناس اللي داروا دي فورماسيون اون بسيكولوجي اون بيداغوجي وتعلموا بزاف ديال المسائل جدد فوقاش في الوقت اللي كانوا في هدوء، بحيث اننا كنديروا بزاف ديال لي فواياج باننا كنمشيو للمناطق اللي هي فيها الهدوء، اللي ما فيهاش لو ستريس، ما فيهاش التعب، ما فيهاش التليفون، باش كنقدروا ان لو سيرفو ديالنا مني il se calme كيسوعب بزاف ديال المسائل. دونك هاد المساله هذه فكرتني في هاد الحجر الصحي اللي حنا فيه. دونك هاد الحجر الصحي هو فرصه ان كل واحد فينا يحاول انه يستوعب بعض المسائل اللي تيخصو كي بو كوريجي اون لي خصو يصححها فيهم. الو، ما بين هاد المسائل هادو وهما واحد الاكزرسيس اللي غادي نتقاسمو معكم، وان شاء الله هو مفيد جدا، وانا استعملته شخصيا وكان نفعني بزاف. دونك اون فالو كومونسي تو سويت. الو ليكزرسيس، انه كيف ما بعد تلقى بعض المرات اللي زوم تيقول كان غادي نمشي لواحد الكافي ونجلس باش نتسنى شي شويه براسي باش نحس براسي. دونك اون فوا تيبدل تيجلس مع راسو تيحس براسو احسن. دونك انت اولا انت كتدخل واحد المكان اللي هو هادئ وما يكونش فيه لي زونفون، ماشي ولا بدات يمكن كتفسر لوليداتك فوالا مامون محتاجه واحد لو مومون بوغ ال اي ابري جو موكوبري دو فو. دونك تدخل باغ اكزومبل لا شومبر ديالك كتاخد ان اكزرسيس. ما جو سوي با تري دوي اون ديسان، مي بحال دابا كتصور راسك بانك انت هو هاد لو بونوم هذا، هي هاد لا بيرسون، tu peux mettre ton nom si tu veux. دونك كتشوف شنو هما المسائل اللي كتعطيك الطاقه وشنو هما الحوايج اللي كيسلبوا لك الطاقه ديالك. شنو هما المسائل اللي كتعطيك الطاقه واللي كتسلب لك الطاقه ديالك؟ مثلا تعب، كتحس بالتعب. دونك التعب تيسلب لي الطاقه، علاش؟ خصني ننظم حياتي، غتجلب لي الطاقه، ننظم حياتي باش نكون احسن. كنحس بالقنط وبالملل. نشوف تصاور ديالي اللي متسانسه انا تنشوفهم ديال المراهقه ديالي ولا ديال مون انفونس. دائما عندنا حنا واحد لي سوفينير اللي هما زوينين تيمكن لينا نشوفوهم باش نحسو براسنا احسن. كاين اللي كتقول لك انا تنشوف كلشي نوار، كلشي تنشوفو فريمون مظلم. افتح النوافذ ديال البيت ديالك، افتح الباب، خلي الشمس تدخل، خلي الضوء يدخل، لانه عنده واحد الطاقه، كيعطي واحد الطاقه ايجابيه بزاف. لا لوميير ديال النهار، الضوء اللي عطاه لنا الله سبحانه وتعالى غراتويتمون، حليه وحل البيت ديالك. يمكن في لا جورني ديالي كنتصل بالتليفون، هذا شيء طبيعي اننا كنعيطوا للاصدقاء ديالنا ولا الناس اللي تنعرفوهم، وكتحس براسك بانك داك السيده اللي تكلمتي معها ما كتبادلكش نفس الاحساس ولا ما كتشعر بها، ما عطاتكش طاقه ايجابيه. دونك تحاول انك تعاود تخدم على راسك، انك تثق في نفسك اكثر. صافي كيكون واحد نوع من قله الثقه في النفس ديالك، نحاول انني نثق في راسي. منين غادي يكون عندك هاد الاحساس اللي هو كتحس براسك مزيان، كتولي كتجلب اصدقاء ولا ناس من اللي كتعرفهم وكتحبهم، انهم حتى هما تيبادلوك نفس الاحساس، وملي كتعيط عليهم تيعطيوك نفس الحب وتيعاملوك نفس المعامله. دوك نمشي دائما مع هاد الناس هادو اللي كنحس براسي معاهم احسن. كاين اللي كتقول لك انا بحال دابا كنضيق، تنحس براسي بحال كنضيق في القلب ديالي، تنحس براسي بحال مقبوطه. اي با اون ا بيزون جوست دو ريسبيراسيون، انت محتاجه انك تنفسي اكثر. كيفاش؟ انك تولاش وتشد عليك ودير هاد ليكزيرسيس 5 حتى 10 ديال المرات. كيفاش؟ انك تدخل لوكسيجين وكتدخلو لو فونتر ديالك، بحيث ان لو فونتر ديالك كتحس بيه اي سو غونفل. دونك وكتدخل لوكسيجين، وملي تو اكسبير كتحاول انك تسترخى كومبليتمون وتعاودها. كاين اللي تعاودها بالاستغفار، كاين اللي كيعاودها بالحمد، كيف ما بغيتي. المهم انك تكون حتى موسيقى هادئه، وتحاولي انك ديري التنفس وتقضي انك كتحس بالصدر ديالك، سبحان الله كتحس براسك احسن. دونك اون ا بيزوان دوكسيجين، والاكسجين تيدير لنا بحال كيدير لنا واحد اي ريغ نوتر سيرفو، بحال كيعاود يسقي العروق اللي في لو سيرفو ديالنا. واخيرا اللي كيسلب لينا حتى هو الطاقه، وهي اننا تنسمعوا بان هذا الحجر الصحي ما غاديش يسالي نهائيا، هذا لو كوفيد 19 غادي يبقى دائما وما غاديش نخرجوا منه، وكل شيء ما غاديش يكون ماشي مزيان. هذا الشيء تيسلب لنا الطاقه وما تيخليناش اننا نكونوا في واحد الصحه جيده لوليداتنا والمجتمع ديالنا. العكس هو اننا نقول بانه اي حاجه بقات الا وانها غادي يجي واحد اليوم اللي غادي تزول فيه، وهو واخا يتزادنا شهر، شهرين، 3 شهور واحده اخرى، ومن بعد
ان شاء الله من بعد. المهم هو اننا نخرجوا احسن، ونخرجوا عندنا بطاقات ايجابيه، ونخرجوا ان الناس تعاملنا مع نفوسنا احسن، تعاملنا مع اطفالنا احسن، وشنو هما المسائل اللي ايجابيه اللي قضيناها في الاسره ديالنا، وكيفاش تغلبنا عليها وخرجنا ان شاء الله ناجحين من هاد الظروف هذه اللي كانت اللي حنا نقدروا نجعلوا منها ايجابيه الا بغينا. كنتمنى لكم يوم سعيد، الى اللقاء.